خاتمة لفاتحة الطريق. لن ينتهي سفري، لن ينتهي قلقي، لأنني الزورق المنذور للغرق. فمنذ أن أشرعت عيناي ضوءهما ما عدت من أرق إلا إلى أرقي. شكرا لبوابة في القلب، شكرا لبوابة في القلب تدخلني غار السؤال لألقى ما النبي لقي. متى وكيف وهل هذه التي نزلت علي لو نزلت بالطور لم يطقي. هل البلاد هي المنفى؟ فكيف إذن يستوطن الغيم بعد البحر في الأفق؟ وأين يا أول الأشياء آخرها لنمسك الخيط بين الفجر والشفق؟ وكيف تلبسنا أسماؤنا؟ ومتى نعرف الورد دون اللون والعبق؟ أن تعود إلى المعنى بكارته لنشهد الرعشة الأولى من الشبق. أنا ابن هذه الأحاجي، جئت أقرأها وجئت أمسح دمع الظل في الطرق. أمضي وصوت من الأعراف يجلدني، كابد كابد وفتش عن الأسرار وأتلقي. أمضي ومبخرة الدرويش تنبئني أني إذا جزت باب الكهف لم أفقي. تشدني السكك العمياء، تلبسني صمتي وتنبذني في ألف مفترق. هذا طريقي إلى سيناء، دائرة يسير مختتمي فيها لمنطلقي. ماتت على الشاطئ الغربي قافلة من الوجوه، ودمع الواصلين بقي. إن الحقيقة كالصحراء قاسية، ليست تحادثني حتى ترى عرقي. يقول لي عمنا العطار، حكمتنا من منطق الطير لا من منطق الورق. لقبة الغيب معراجاني يا ابن أخي، أن تشرب السر، أن تنأى عن النسق. يقول لي عمر الخيام في ثقة بغير خمرتك السوداء لا تثقي. يقول لي جبة الحلاج، يا ولدي
رأى المحب جلال الله حين شقي يقول لي هدهد قد عاد من سبأ، من لم يذق وحشة الأسفار لم يذق. تقول لي آخر الآيات في صحفي ما بين ضوئين تحلو ظلمة النفقين.